اللي اختلف انه انا قبل ما فوت لعندها للمرأة كنت كتير كتير superficial وكنت كتير كتير ما عندي هدف بالحياة، هدف كتير كبير وهدف لأمي. كان عندي هدف شخصي أنا أنه أنا بدي ابني لما، بس ما كنت أعرف أنه أنا ليه بدي ابني لما وشو التبعيات لهالشي. وطبعاً اللي ما بيكون عنده تين ما بيفكر بالأمة أو بالكوميونيتي، بيفكر دايماً بالبرسن بالفرد نفسه. ولما رحت لعندها وتعلقت بالدين الحمد لله رب العالمين، تعرفت شو يعني الإسلام. للأسف في كثير ناس اليوم ما بتعرف شو يعني الإسلام، بتعرف إنه هو بس صوم وصلاة، وما بتعرف إنه هو أكثر من هيك، إنه هو أخلاق وهو عبادات وهو شرف وهو عزة وهو بيعطي إنسان الهدف بحياته، purpose of life تبعه. صرت أتعلم أكثر عن الدين وصرت أفكر، يعني هذا صرت أفكر إنه أنا كيف بدي ساعد هيدا الدين. يعني انا كنت عامله، كنت مفكره اعمل هندسه، انه انا شاطره بالرسم، كنت من الاوائل بالمدرسه، فكان دائما البابا يقول لي انه انت بدك تعملي هندسه، وهي الهندسه اتس نايس لانه فيها برستيج انه انا مهندسه فلان وانا عامله هالمساحه البنايه او وات ايفر. فبتذكر هيدا اليوم اللي بلشت فيه اتعلم عن الدين اكثر، قلت انا بدي يكون جزء، يعني جزء كتير بسيط اذا بدي اقول شعره من انه انا بدي اكون شاعره بنصرة الدين. يعني حابه انه لما اشوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال له انه انا في كثير ناس عملت كثير اشياء ولدين وهيك، بس انا عملت شيء واحد وعملته. يعني وكان صراع بيني وبين البابا انه ما بتعملي علوم سياسيه وانا ما بدفع للاي يو بي للعلوم السياسيه، يا هندسه يا طب. وأنا هون أناشد كل العرب وكل المجتمعات اللي عم تحضرني إنه لا تقام حضارة من تحت لفوق بس على الطب والهندسة. ما في حضارة من زمان وجاية لهلأ تقام بس على الطب والهندسة. لازم نشجع النشء اللي بده يطلع إنه الشيء إذا هو حاببه، إن كان إخراج إن كان رسم، نشجعه إنه يختص فيه. فتت على الأي يو بي وغيرت الميجر للعلوم السياسية وإدارة الأعمال، وكان بيهمني كتير إنه أتعرف عن السياسة وخوض التجربة وأنصر الدين. نصرة الدين يعني إحقاق الحق، يعني نصرة الضعيف، يعني نعطي الحقوق للناس، يعني نعيش بشرف، يعني نكون أعزاء. كان عندي صديق دكتور هو، فكان دائما يتمسخر علينا نحن اللي عاملين political science اللي عاملين علوم سياسية بالأي يو بي إنه أنتوا ها ماشي وإنه هيدا. كنا نقول له انت دكتور اذا عم تعمل عمليه وصار مشكله بتقتل شخص واحد، انا اذا كنت بموقع بالرئاسه او بالبرلمان بالسياسه اذا بوقع توقيع واحد بقضي على امي باكملها، مثل ما للاسف عم يعملوا بالغرب. بدي اياكم تنسوا اي شيء سمعته. اوكي خلاص